برضو في محاولات البعض العبث في علاقات الاهلي بكل الانديه، دايما وابدا منطقه علاقه الاهلي بالاسماعيلي منطقه مرصوده عند هؤلاء، مرصوده عند هؤلاء الذين في نفوسهم مرض. لكن الكابتن علي ابو جريشه فكيه الكره المصريه ونجم الاسماعيلي الحقيقه قال كلام مهم جدا عن تعاون النادي الاهلي والكابتن محمود الخطيب مع الاسماعيلي. نشوف. انا بشكر السبع عماد والكابتن محمود الخطيب، الناس عملوا معانا جهد كبير جدا، وخطيب كمان قدم حاجات جميله جدا يعني، وقال للعيبه حتى احنا كنادي مش هناخد اي حاجه من الاسماعيلي يعني كده، وحتى بعض اللعيبه قال لهم فلوسكم هتاخدوها من عند الاهلي. الراجل ما قصرش وادى بصراحه يعني حاجه يمكن ما اتعملتش خالص قبل كده في النادي الاهلي او يعني كده. لكن لازم الناس تفهم وتعرف ان رغبه اللاعب هي الاهم. انا بصراحه لما لقيت لعيبه اتاخرت في الرد يومين ثلاثه، انا طلبت المهندس عادل القيعي وقلت له مش عايز حد. انت حضرتك طلبته كده؟ قلت له مش عايز حد، انا عايز اللي يجي يبقى عنده رغبه، انما من ضد رغبته ما يجيش، ولذلك انا مش عايز حد. جبنا بس لعيب ناشئ بس ممتاز يعني، على فكره الخواجه اللعيبه دي بعد كده كابتن الخواجه كاتبه ومعجب بيه جدا. شوف بسرعه كده، لولا التوقيت والاهلي كان يحزم حقائبه ولاعبوه، كل واحد لعيب في النادي الاهلي كان عنده امل يروح كاس العالم للانديه، لان اللعب لنادي بحجم النادي الاسماعيلي وطابع النادي الاسماعيلي نجح اي لعيب هو يعني شيء مشرف. ولكن كل يوم بيؤكد ان العلاقه بين الاهلي والاسماعيلي يعني على اعلى مستوى، ويعني الخير بما شهد به الاقربون. ده بالتاكيد.